السلام عليكم أبابا نسا طلعي الهواء ديال التساوت، نخليكم في هذا الفيديو اكتشفوا معنا هذه المنطقة ديال الهواء التساوت، خصوصا حدا تاكون دافت تتبعد على سيدي الحد تقريبا شي 24 كيلومتر. بالنسبة للوصول لهذا المكان يعني تجيو الطاكسيات، هنا الطاكسيات راه موجودين، إما تتمشي في الطريق ديال الطاكسي ديال البراج ديريكت تقول لي حدك في تاكون دافت، إلا ما لقيتيش تقول لي حدك في أكادير بوعشيبة، ومن بعد تلقى المركوب اللي غادي للبراج وحدك في تاكون دافت. وبالنسبة للمكان راه يمكن ديال العائلات اللي يمشي مع الوليدات ديالو العائلات، ونخليكم بعد تكتشفوا من هاد المنطقة. بعد ما جينا من سيدي الحال في الطاكسي، هنا ما لقيناش الطاكسي ديال البراج، ولينا جينا حتى لأكادير بوعشيبة. دابا غادي نشوفو هاد مول الميني بيس، هاهو لي ديال البراج، ولكن حنا غادي حطنا في تاكون دافت ان شاء الله. هادي هي الطريق اللي غادي للبراج، هذا هو دوار تاكون دافت. حنا ان شاء الله غادي نمشيو ليه حدا مدرسة تما حدا الواد، ونخليكم تكتشفوا معنا الواد. بالنسبة للطريق راه هابطه حتى الواد تقريبا حتى الواد، وبالنسبه هنا راه بالنسبه للموقف ديال السيارات والدراجات، يعني بالنسبه للعائلات اللي بيجي بيخلي الطوموبيل ديالو هنا. وحنا غادي نمشيو دابا انا نخليكم تكتشفوا معنا هذا المكان هذا، وهذا هو الواد ديال التساوت بالقرب من قريه تاكون دافت. بالنسبه للواد تيكون واد مزيان نهار تيكون مطلق البراج، يعني الا ما كانش مطلق البراج يعني ما تيكونش الماء. دابا الحمد لله البراج مطلق، يعني الماء كاين في الواد، وكاين هاد الاماكن هادو راه الكراء ديال العائلات، يعني ولاو هنا، يعني قبل ما كانوش ولكن دابا ولاو موجودين. وكيف تتشوفوا الناس هي تتعوم، يعني ولات من بعد هنا الموفرين، بعد الناس القهاوي الكراسه فين يجلسوا، اماكن فين يجلسوا مع العائلات ديالهم فين يكريو، يعني هادشي ما كانش قبل دابا ولا. وكيف تتشوفوا هي راه عامره البلاصه، وتا بالنسبه اللي بيجيبوا ولادو وبيعوموا راه كاين فين يعوم، يعني بلاصه غرقه. وواحد النصيحه للناس اللي تجي هنا، ضروري من المحافظه على النظافه، انت عيب 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 هادشي كاع يكون في هذا المكان هذا. الناس تجي ما تقدر حتى الزبل ديالها تجمعو وتدي معها وتخلي بلاصه نقيه. وكيف تتشوفوا في هذا الفيديو، هذا هو سد تيمنوتين، كيف تنقولوا حنا سد صغير، يعني هو هذا راه مطلوق، والسد الكبير ديالها تاع سد مولاي يوسف راه كاين من بعد من اللور. بصحة بصحة بصحة، زيد 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 معلم، زيد 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 زيد